ان شاء الله. طيب نروح هنا على النادي الزمالك بقى. يمكن الزمالك يمكن 4 لعيبة يمكن رحلوا عن نادي الزمالك. عمر جابر طبعا احترف في بازل السويسري، ويمكن الموسم على فكره الدوري في سويسرا هيبتدي بدري شويه، يمكن بكره السبت او النهارده السبت بدايه الدوري، وعمر جابر هيبتدي ان شاء الله اول ماتش من الحد، نتمنى له التوفيق. محمود كهربا برضو عيل لنادي اتحاد جده السعودي، ويمكن برضو هنتكلم بقى بالتفصيل عن احتراف كهربا بعد شويه، وهنعرض لقطات التدريبات والهدف اللي هو سجله امبارح، هدف رائع جدا. احمد حمودي انتهت اعارته من نادي بازل السويسري وعاد مره تانية لنادي بازل، ولسه موقفه مش باين هل هينتقل دولة العائدين، دول ابرز اللعيبه، والمعارين دول اللعيبه اللي هم الزمالك بيتفاوض معاهم او قرب بشكل كبير منهم. يمكن صلاح ريكو من اتحاد الشرطه بنسبه كبيره جدا هينضم للزمالك رسميا خلاص. احمد رؤوف مهاجم المصري وهداف المصري يمكن دخل الزمالك بس في خلافات لانه وقع في سموحه ثم بعد كده وقع للزمالك، في خلاف عليه شويه. شوقي السعيد الظهير ايمن والمدافع المساك الاسماعيلي برضه نفس الكلام، راح وقع في وادي دجله في الاول ثم بعد كده الزمالك برضه بيتفاوض معاه، فالاثنين احمد رؤوف وشوقي السعيد عليهم مشاكل مع انديه اخرى. يمكن العائدين من الاعاره طبعا ابراهيم صلاح لاعب خط وسط سموحه، اسلام جمال مدافع الاسماعيلي، خالد قمر مهاجم سموحه، دول 3 لعيبه كانوا في الزمالك السيزون اللي فات وتم اعارتهم موسم واحد وهيرجعوا يدعموا صفوف الزمالك مره ثانيه، وابراهيم صلاح اعتقد بنسبه كبيره ممكن يتم قيده في القائمه الافريقيه. الراحلين ال4 لعيبه اللي تحت اللي قلنا عليهم، عمر جابر انتقل لبازل السويسري، محمود كهربا اعاره لمده سنه في اتحاد جده السعودي، احمد حمودي عاد مره تانية لبازل السويسري بعد انتهاء اعارته، ومحمد ابو جبل عقده انتهى مع الزمالك وانتقل رسميا للنادي سموحه. طب احنا سمعنا ان احمد حمودي الاهلي بيفاوضه وبعدين وقف على المفاوضات. مظبوط فعلا، يمكن كان في كلام مع احمد حمودي في البدايه، لكن يمكن مارتينيول اولا يعني ابدى عدم قناعته بيه بشكل كبير جدا، هو مفضل ميدو جابر في نفس المركز، عايز يجيب ميدو جابر، شايف ان هو ممكن يكون اكثر تاثيرا في النادي الاهلي، فالمفاوضات مع ميدو جابر. في حاجه تانية كمان يمكن النادي الاهلي بيعملها واعتقد يعني بتحاول اداره الاهلي ان هي تعملها، ان هم مستنيين القيد زي ما قلت حضرتك، الدوري في سويسرا خلاص بيبدا النهارده، فتره القيد المفروض على بدايه شهر اغسطس هيتم اغلاق باب القيد في سويسرا، فالنادي الاهلي منتظر ان بازل ما يقيدش احمد حمودي في قائمته وبالتالي يصبح لاعب حر فريا ممكن ينتقل مجانا. في الحاله دي ممكن الاهلي يلجا لان هو يضم احمد حمودي، لان ساعتها مش هيكلف خزينه النادي مبلغ كبير جدا، هتكون صفقه انتقال حر، فهو منتظر يشوف موقف حمودي من بازل هل هيتم قيده او لا، وعلى حسب قيده في قائمه بازل هل الاهلي هياخد قرار بان هو يتعاقد معاه او لا. يعني يمكن النادي الاهلي يعني بيعملها بيزنس قوي تمام علشان ما يدفعش فلوس كتيره، انما بازل اصلا بتوع فلوس، يعني هم كمان بيزنس قوي قوي، ما هو النقطه وماشيين فهيأيدوه علشان يبيعوه تاني او يعاروه تاني لان هم عايزين الفلوس يدفعوها للسموحه. ما هو القصه برضه هم يعني وإحنا هو ما اثبتش نفسه برضه يا كابتن جمال في بازل، واعتقد ان هم مش عايزينه يكمل، فبالتالي النقطه هم عندهم برضه القايمه برضه فيها عدد محدد من اللاعبين في القيد، فما ينفعش ما يسيبوا فلوس. ما هو دي يعني هو عارفين ان هو مطلوب في مصر في اي نادي مش لازم النادي الاهلي، ممكن يتنازلوا بقى شويه يعني يعني هم كانوا طالبين يمكن مبلغ كبير 700,000 دولار بالظبط دولار، فهم ممكن يتنازلوا شويه، لو حسوا ان ما عليهوش يعني ضغط كبير او ما فيش عروض كبيره ممكن ينزلوا المبلغ ده بشكل كبير جدا. ما اعتقدش فعلا، بتفق مع حضرتك مش هيسيبوه مجانا، لكن ممكن ينزلوا المبلغ. طب لو ما سابوهوش مجانا ممكن اي نادي ثاني ولا النادي الاهلي هو اللي مصمم؟ لا ما اعتقدش، بقول لك النادي الاهلي مش مصمم خالص، يعني وارد بقى بقول لك هي حسب الاحداث، ممكن لو صفقه ميدو جابر تعثرت ممكن الاهلي يبتدي تاني يفكر في احمد حمودي، لان بقول لك المركز ده برضو الاهلي محتاج حد بعد احتراف رمضان صبحي، بعد يمكن احمد الشيخ ما اثبتش نفسه، صالح جمعه برضو ما اثبتش نفسه، فالاهلي محتاج حد في المركز ده، لكن بقول لك ميدو جابر هو الخيار الاول لدى اداره النادي الاهلي ولدى مارتينيول، لو ما وفقوش في ميدو جابر ممكن جدا يكون حمودي هو البديل. طب الزمالك بيفاوض مين؟ الزمالك زي ما قلت لحضرتك يمكن في لعيبه كتيره جدا دخلوا في مفاوضات مع الزمالك واقترب بشكل كبير من التعاقد مع عدد كبير منهم، محمود دونجا طبعا 3 لعيبه من مصر المقاصه، محمود دونجا لاعب خط وسط مدافع، محمود عبد العاطي دونجا لاعب مميز جدا، حسني فتحي ظهير ايمن فريق مصر المقاصه، ومحمد مسعد اللي هو يمكن لاعب وسط مهاجم وكان قايل للنادي المصري البورسعيدي الموسم اللي فات وظهر بشكل كويس جدا، دول 3 لعيبه من مصر المقاصه اقتربوا بشكل كبير من نادي الزمالك. بعد كده الاثنين الباكين الاطراف بتوع نادي انبي، محمد ناصف الظهير الايسر واسامه ابراهيم الظهير الايمن، اثنين على الاطراف مميزين جدا، واعتقد الزمالك فعلا محتاج بشكل كبير جدا اثنين على الاطراف، خاصه في ظل احتراف عمر جابر الظهير الايمن وتراجع مستوى حازم امام بشكل كبير جدا، والناحيه الشمال برضه يمكن محمد عادل جمعه ما
اثبتش نفسه بشكل كبير. حماده طلبه برضو يمكن عامل السن اثر عليه بشكل كبير جدا، فعشان كده دول الاثنين باكات بتوع انبي. علي فتحي ظهير ايسر المقاولون العرب اللي كان معار لنادي الانتاج الحربي في السنه اللي فاتت، برضو اخترب بشكل كبير جدا من الزمالك. واخيرا احمد جعفر مهاجم الزمالك السابق وهداف بتروجيت، برضو بعد تعلقه مع بتروجيت السنه اللي فاتت بدا الزمالك يتفاوض معه بنسبه كبيره جدا، اقترب من ضمه بصفه رسميه. يمكن دول ابرز حوالي 8 او 9 لاعبين الزمالك قرب من التعاقد معاه. انا بس عايز اوضح حاجه بالنسبه لحازم امام. حازم امام اصلا مستواه ما هبطش ولا حاجه، ده حازم امام بيلعب ويدوس على نفسه لانه واخد حقنه في ركبته علشان يستمر في نادي الزمالك في المكاسب اللي بيعملها نادي الزمالك، فدايس على نفسه جدا جدا. طيب عشان يستمر. طيب اسال انا حضرتك سؤال بقى نتبادل الادوار شويه. طبعا حازم امام يعني طبعا ربنا يشفيه زي ما حضرتك بتقول، يمكن دي معلومه من ناس كتير ما تعرفهاش، لكن هو فعلا انا قصدي اقول لك دايس على نفسه. تمام، بس مش هو ده حازم امام اللي احنا عارفينه بقى له فتره. هو حازم امام. طيب ليه رمزي خالد ما خدش فرصه بقى الفتره اللي فاتت؟ برضه رمزي خالد كان ظاهر في الاتحاد وبيلعب في مركز ظهير ايمن، كان ممكن ياخد ده فرصه. السؤال ده هتسال محمد حلمي مش انا. ما حضرتك موجود في الجهاز. انا مذيع دلوقتي. انا قلت لك نتبادل الادوار. انا مذيع دلوقتي. طيب خلاص. طب خلينا بقى